السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فريق ركلات الجزاء يوسف فوزي، والهدف الاول في هذا اللقاء يوسف فوزي، يسجل اول هدف اللقاء للكناري بلقطة جميلة، بلقطة معبرة عن الحب والألفة ما بين لاعبي نادي الكرخ، والهدف الأول لمصلحة نادي الكرخ عن طريق يوسف فوزي في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء، وبالتالي يوسف فوزي يسجل 5 أهداف. نعم، 5 أهداف يوسف فوزي سجل في مباراة الذهاب، والآن يكررها في مباراة الإياب. ركلة جزاء عند القادر طارق، على هدف التعادل لمصلحة نادي الديوانية. شاهد نعم، ارتفاق واضح وما بين المدافعين وحارس المرمى أحمد شاكر وعبد القادر طارق.